بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتكم، قناة أشرف القاضي. إن شاء الله النهاردة قبل ما نتكلم على المنتج اللي هتكلم عنه، إن شاء الله ندعو لإخواتنا في فلسطين وغزة بالتحديد، ربنا ينصرهم ويقويهم ويكون في عونهم بإذن الله يا رب، آمين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جهاز معروف في السوق، هو جهاز سترونج. سترونج كونج يا جماعة، النسخة البرو. احنا اتكلمنا قبل كده على فورس 5G، النسخة البرو حاليا موجود ومتواجد ومتوفر النسخة البرو من سترونج كونج. سترونج كونج معروف في السوق من فترة كبيرة، ونزل منه اخر اصدار كان الفيرجن 4، حاليا اصدار الناشر V2، وفي نفس الوقت الاصدار البرو. الاصدار البرو هنتكلم عنه ان شاء الله بصوره كبيره، وهنشرح الجهاز كالعاده زي ما احنا يعني دايما متعودين على اي جهاز باي نسخه جديده او اي اصدار جديد بنتكلم عنها. النسخه البرو النهارده من جهازنا سترونج كونج برو. طبعا زي ما احنا شايفين كده الكفر او الصندوق نفس صندوق السترونج كونج من بدايه ما طلع من حوالي 3 سنين حتى الان هي النسخه واحده. اللي بيبقى متغير بيبقى شكل الجهاز او الكتابه اللي على الريسيفر نفسه من جوه. هنعرفكم الفروق بين القديم والجديد، بس قبل اي حاجه دايما لما بيطلع اصدار جديد بيبقى الاصدار القديم انتهى من السوق. ده كلام احنا كلنا عارفينه، دايما لما بيطلع اصدار جديد الاصدار القديم بيكون انتهى، لان بعض الناس بيسالوا على الاصدار القديم. طبعا بقول لهم خلاص الاصدار القديم فينيش، انتهى. عشان كده دايما اي اصدار جديد بيطلع لما بينتهي الاصدار القديم نهائي، مش موجود. لان بعض الناس بتقول انه بيكون الاصدار القديم ارخص والاصدار الجديد بيكون بالتالي لازم يكون اغلى، طبعا لان امكانيات زياده بتكون بتضاف على الاصدار الجديد. اي اصدار جديد في اي منتج لازم بيكون في امكانيات جديده، في سيرفرات جديده، في منصات جديده، في اي اوبشن جديد بيكون على الجهاز. الجهاز بتاعنا النهارده هو سترونج كونج نسخه الناشير برو، او النسخه البرو من السترونج كونج. طبعا جهازنا زي ما احنا عارفين من اجهزه ال 2 جيجا رام، واجهزه ال 2 جيجا رام في السوق المصري مش كتير قوي. يعني اجهزه ال 2 جيجا رام دايما بعتبرها من اجهزه الصف الاول في اجهزه الاستقبال على مستوى مصر كلها. اي جهاز 2 جيجا رام ما شفناش، يعني غير قليل جدا عدد من الاجهزه اللي كانت 4 جيجا واجهزه بتكون اندرويد 4K يعني دايما بصوره مستمره. طبعا جهازنا النهارده جهاز 2 جيجا رام من نوع الدي دي ار 3، وفي نفس الوقت 16 ميجا فلاش، الفلاش روم بتاع الجهاز. فبالتالي عندك جهاز مرن. مرن يعني ايه؟ مرن في التعامل، مرن في سلاسه الاستخدام، مرن في فتح المنصات، وده اهم حاجه عندنا. طبعا الجهاز بتاعنا من اجهزه شركه ستار نت في الاساس. سترونج كونج علامة مميزة ومعروف، وطبعا زي ما احنا شايفين علامة الراجل الطيب اللي على الصورة دوت، اللي انا دايما بقول يعني ايه ما بحبش شكله قوي بصراحة ربنا. فالمهم يعني الجهاز من اجهزة العتاد السوفت وير والهارد وير المتميز جدا كاستخدامات. اولا الجهاز انا ما بفرقوش عن جهاز الفورس 5G، احنا اتكلمنا كتير قبل كده عن الفورس 5G، يعتبر هو عميد اجهزة الريسيفر في اجهزة السان بلس. بصراحة النهارده بنتكلم على معالج سان بلس، الجهاز بتاعنا معالج 2517 دي، وده يعتبر سقف، يعني اعلى سقف بالنسبه لاجهزه للمعالجات الموجوده في الاجهزه حاليا. المعالج بتاعنا 2517 دي يعتبر هو المطور او المعالج المطور بالنسبه لمعالجات السان بلس كلها حاليا في السوق المصري. الجهاز بتاعنا عليه كمية منصات كتير جدا، وفي نفس الوقت كشيرنج كاي بي تي في، منصات مشاهدة عبر الانترنت كتير، وكمان في امكانيات مميزة جدا. طبعا الجهاز بتاعنا عليه صوتيات لمدة التايم شيفت بتاعه 50 ثانية، ودي برضو قليلة جدا انك تلاقيها في جهاز. الناس اللي عندهم شيرنج اللي بيستخدموا الاقمار لمشاهدة الباقات الرياضية دايما بيحتاجوا الصوتيات، وبالتالي بيحتاجوا التايم شيفت اللي هو على الجهاز ده اصبح 50 ثانية حقيقي. وكمان الجهاز بتاعنا بيدعم تثبيت القنوات الصوتية،
وكمان بيدعم الترجمة الاحترافية. عندنا جهاز حقيقي بيدعم الترجمة الاحترافية على الأقمار الأجنبية، جهازنا سترونج كونج. سترونج كونج كمان يا جماعة النسخة البرو أصبح عليه ناشير 2. الناشير 2 مش موجود على أي نسخة قبل كده، موجود على النسخة الجديدة بس اللي هي النسخة البرو. ناشير 2 هو حاليا اللي فاتح باقة الأو إس إن على النايل سات، هو اللي فاتح باقة النوفا على الهوت بيرد، وطبعا باقة نوفا الرياضة بتاعت نوفا أو الباقة الرياضية لنوفا باقة عالمية، وصورة تعتبر 4K مش اتش دي خالص ولا فول اتش دي. أنا بشوف صورة نقاء وجودة عالي جدا زي قنوات البولسات بريميوم مثلا. في نفس الوقت الجهاز بتاعنا طبعا هو دقة العرض بتاعته بدقة الفول اتش دي أو دقة ال 1080 بيكسل على 60 فريم، وطبعا من أجهزة ال اتش دي عالي الأداء، الهاي ديفينيشن بتاعه مميز جدا وصورته كويسة جدا ما شاء الله ومعروفة. وأنا برضو زي ما قلت في الأول في الآخر مش بفرقه خالص عن جهاز الفورس 5G النسخة البرو. جهازنا النهاردة سترونج كونج. سترونج كونج أنا ممكن أنسى حاجات وأنا بقولها، طبعا عليه يوتيوب، موجود يوتيوب بيدعم اليوتيوب، عليه بيدعم تطبيق كورة عشان مواعيد المباريات، خواص الدلنا والإي كاست موجودة عليه، لربط الموبايل بالرسيفر موجودة، تقدر تربط موبايلك بالرسيفر عن طريق خاصيتين موجودين الدلنا او الاي كاست. الاي كاست بتقدر انك تنزل التطبيق بتاع الاي كاست على موبايلك لما بتاخد الباركود من الاي كاست، او الدلنا بتنزل ويب فيديو كاست او ويب فيديو كاستر اللي موجود على جوجل بلاي وبتبدا تربط عن طريق الدلنا. الاثنين موجودين والاثنين شغالين وشغالين بصوره عاديه جدا وصوره ممتازه جدا. طبعا الجهاز بتاعنا بالنسبه للسيرفرات حدث ولا حرج، سيرفرات كتير قوي قوي قوي، بس هنشوف الاول شكل الجهاز والعلامه المميزه للجهاز عشان تعرف انت بتشتري النسخه البرو ولا النسخه الفور مثلا فيرجن 4. هنشوف دلوقتي ونقول مع بعض الدنيا ايه، خليكم معانا. زي ما احنا شايفين الجهاز بتاعنا يا جماعه في من فوق مكتوب عليه سترونج كونج وتحتيها جي اس اند ان 2 برو، زي ما احنا شايفين كده، دي العلامه المميزه لان الجهاز بتاعك لو جاي المكتوب بس فيرجن 4 اعرف انه النسخه السابقه مش النسخه الحاليه. النسخه البرو لازم هتلاقي الكلمه موجوده من الجنب او من فوق او من تحت، موجود كلمه ال جي اس اند ان 2 برو، هي ديت اللي قدامنا دي، فبالتالي ديت علامه ان انت كده واخد النسخه البرو حقيقي. تمام. طبعا الجهاز بتاعنا زي ما احنا عارفينه وعارفين الخام بتاعه طبعا فتحات التهويه بتاعته من فوق ومن الاسفل، وفي نفس الوقت عندنا فتحات مداخل الجهاز واليو اس بي من الخلف. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه بالنسبه للمداخل والمخارج كلنا خلاص حفظناها. ال ان بي فتحه كابل الانترنت لان الجهاز فيه فتحه لان. ناس كتير كانوا بيسالوا في جهاز ال 9000 وايت برو هو ليه الجهاز مش فيه فتحه اللان؟ يا جماعه دايما الجهاز اللي بيكون 2 جيجا بيبقى مهيأ وبيكون مناسب ان يكون فيه كارت لان او فتحه لان لاستقبال الانترنت عن طريق الكيبل، فجهازنا فيه فتحه لان للاستقبال عن طريق الكيبل لانه 2 جيجا رام، وكمان في واي فاي داخلي مدمج، واي فاي داخلي مدمج، فعندك هنا تقدر تستقبل الانترنت على الجهاز بطريقه من الاثنين، يا اما بالواي فاي الداخلي اللي هو 4.2 او فتحه اللان بتاعتنا اللي هي تقدر تستقبل بيها الانترنت بالكابل ده او ده. في ناس بيقول لك الواي فاي ولا الكابل، انا دايما برشح الكابل افضل، يعني اتصال النت بالريسيفر عن طريق الكيبل بيكون افضل واسرع في نفس الوقت. تمام. عندنا فتحه الاتش دي ام اي وعندنا فتحه سنسور الاي ار، والجهاز مش بيجي معاه سنسور، هو الجهاز ريموت بلوتوث من ساعه ما طلع وهو مش بيجي معاه سنسور او عدسه رقميه، كل الاعتماد على ريموت البلوتوث الماستر اللي بيجي معاه، ريموت مميز جدا وهنتكلم عنه. عندنا فتحه الاي في لو عايز تشغله على التلفزيونات القديمه، فتحه الاي في عن طريق فتح وصل 3 في 1. عندنا فتحه الباور بتاعتنا ال 12 فولت اللي كمان بيدعمها شاحن 2 امبير. ادابتر الجهاز، الادابتر بتاع الجهاز 12 فولت 2 امبير او 2000 ملي امبير، 2000 ملي امبير هم ال 2 امبير لان ال 1 امبير او 1 امبير عباره عن 1000 ملي امبير، فانت عندك هنا 2000 ملي امبير بيوازوا 2 امبير. وطبعا الادابتور بتاع الجهاز زي ما قلنا حوالي الكيبل بتاعه حوالي متر او متر و20. طيب
لو اتكلمنا على الجهاز بتاعنا طبعا بيجي معاه كمان الريموت البلوتوث. ريموت البلوتوث ريموت زي ما احنا شايفين كده، ده شكل الريموت بتاع الجهاز، ريموت عاج ناشف ضد الصدمات، وفي نفس الوقت لو فتحناه ده شكل الريموت بتاعنا. طبعا ريموت احترافي وريموت معروف في السوق، ريموت البلوتوث الخاص بأجهزة معالج 2517، ريموت محترم جدا في آلية الوصول لكل حاجة. يعني الريموت نفسه في آلية سهولة الوصول لكل حاجة، بداية من الاي بي تي في او منصات الاي بي تي في، وكمان ده ريموت متعدد، ريموت متعدد انك تقدر تربطه بريموت الشاشة وتقدر انك تتحكم في الشاشة بتاعتك من تطفيها وتشغلها وتعلي وتوطي عن طريق الريموت بتاعك. في دايرة او مربع عندك واخد خط ابيض، المربع دوت خاص بالشاشة، التحكم في الشاشة. طبعا لازم تكون عندك الشاشة سمارت، ما ينفعش تكون الشاشة عادية، تمام؟ طريقة الاستخدام او ربطه بالشاشة مكتوبة في الظهر، وهي دايما بطريقة الانفراد، بتضغط زرار الباور الابيض مش الاحمر، وبتضغط عليه مع زرار الباور بتاع الريموت وتحطهم قصاد بعض، اللمبة بتقيد وتطفي هنا، بدمت اللمبة دي باللمبة مضيئة، بتقيد وتطفي، خلاص كده ربط مع ريموت الشاشة، فتقدر ان انت تتحكم في الشاشة بتاعتك، تشغلها وتطفيها وتعلي وتوطي الصوت. طبعا زي ما احنا شايفين الريموت بتاعنا واخد العلامة التجارية ستار نت، الشركة المنتجة للجهاز. طيب لو جينا نتكلم بقى عن المنصات، منصات الجهاز بسم الله ما شاء الله كتير، وجهازنا عليه كمية منصات اي بي تي في ومنصات شيرنج. الجهاز ده عليه 7 منصات اي بي تي في لمدة 18 سنة او اكتر، انا بصراحة ربنا ما حسبتهمش بالظبط، بس لو اتكلمنا عنهم كفاية قوي ان انت عندك سيرفر مارفل سنتين، سيرفر مارفل على الاي بي تي في منصات المشاهدة عبر الانترنت، سيرفر مارفل سنتين على الجهاز، كمان عندك سيرفر اكس سنتين على الجهاز، سيرفر نوفا سنة على الجهاز، ودول يعتبروا من اقوى السيرفرات الموجودة في السوق حاليا. عندك كمان في سيرفرات تانية مضافة للجهاز بتاعنا، عندك سيرفر هاها لمدة 3 سنين، عندك سيرفر فورس لمدة 3 سنين، عندك سيرفر كيوت لمدة 5 سنين. طبعا انا ممكن اكون نسيت بعض السيرفرات، ممكن انا مش متذكر كل السيرفرات بصراحة، بس ده اللي جه في دماغي دلوقتي حاليا. طبعا السيرفرات الموجودة ديت انت ممكن تقدر تفتح سيرفر واحد وتخلي الباقي، تفتح واحد سنتين مثلا وتخلي الباقي، او تفتح اتنين وتبدل بينهم عشان لو حد عليه صيانة او حاجة ممكن يوقف لمدة ساعتين ثلاثة ويبدأ يرجع يشتغل تاني، فبتفتح سيرفرين وتخلي الباقي. طيب لو جينا بعد كده للسيرفرات الخاصة بالشيرينج، بسم الله ما شاء الله عندك سيرفرات خاصة بالشيرينج. انت عندك هنا سيرفر الجوسات لمدة 5 سنين، جوسات ترجمة الجوسات، شيرينج الجوسات، صوتيات الجوسات، التلات خدمات من الجوسات موجودين، وجوسات من السيرفرات المحترمة جدا في السوق المصري. كمان عندك سيرفر النشير برو، نشير برو حاليا اللي فاتح الاو اس ان وفاتح النوفا على الهوتبرج وفاتح برضو باقة بين على استرا، النوفا برو حاليا لمدة سنة 12 شهر بالصوتيات بالترجمة، كل ده موجود عندك على جهازنا سترونج كونج النسخة البرو. كمان عندك سيرفر الديكيو كام لمدة سنة على الجهاز، هو سيرفر ضعيف يعتبر، سيرفر بيفتح الاي ار تي بس على النايل سيرفر. فبالتالي عندك في 3 سيرفرات 3 منصات شيرنج موجودين على الجهاز بتاعنا، بجانب سيرفرات الاي بي تي في، وكمان انت عندك جهاز بيدعم للتايم شيفت لمدة 50 ثانية، ودي نادرا لما تلاقيها على جهاز بصراحة ربنا. وفي نفس الوقت عندك جهاز بيدعم الاوتو اوديو ديلي، يعني بيدعم عندك تثبيت القنوات الصوتية على الاقمار، يعني هتروح على القمر على اي قناة رياضية وانت مثبت عليها قناتك الصوتية، بتخش لها في اي وقت تلاقي القناة الصوتية شغالة. في بعض الناس خدوا الجهاز ولقوا بعض القنوات الصوتية شغالة على قنوات النايل سات، فقالوا ده الجهاز بايظ ولا ايه؟ طبعا الجهاز مش بايظ، انت لو دخلت على زرار اوديو وخليت الاي بي اوف خلاص انتهى، القنوات الصوتية بتقفل، بتبقى انت قفلتها خلاص، دي اسهل طريق واسهل حل عشان تقفل على طول، لان هو بقى جاي لك بحالة السوفت وير اللي نازل عليه سوفت مصنع، فبالتالي بتبقى عملية آلية شوية، فانت بتخش بتقفل. ده لو موجودة اي صوتيات على النايل سات، تخش تخلي الاي بي من اوديو، اي بي اوديو بتخليها اوف، خلاص انتهى الامر، وصوتيات النايل سات بتشتغل عادي جدا، كل قناة بتشتغل بصورة طبيعية. طبعا الجهاز بيوصلك على احدث سوفت، احدث ملف قنوات، متحرك اقمار لو عندك اقمار،
وفي نفس الوقت خط عربي عريض، وكمان بيجي لك الملف القنوات على الجهاز جاهز عربي انجليزي. يعني عندك اللغة العربية بتلاقي نايل سات بالعربي، لو ضغطت كلمة سات بتخش على نايل سات بالعربي بتلاقي ملف قنوات العربي، دخلت على نايل سات بالانجليش بتلاقي ملف قنوات انجليزي. طيب الجهاز بتاعنا طبعا داعم للدايزك 1.0 1.1 اللي هو الاربعة مخرج والتمانية مخرج، لو انت عندك عدد من الاقمار من 4 لـ 8 اقمار موجود عندك تقدر تتعامل معاهم على جهازنا. جهاز مرن جدا وسلس جدا في التعامل. تقدر تبحث، طبعا بيدعم البحث الاوتوماتيكي، بحث آلي، بحث اعمى، بحث يدوي، اضافة ترددات، كل ده موجود في جهازنا سترونج كونج، وده كله مشروح في الفيديو اللي بيوصلك لما الجهاز يوصلك باذن الله مع الاكواد الخاصة بالسيرفرات. جهازنا النهارده سترونج كونج النسخة البرو. طبعا تقدر تشاهد كل بطولات العالم بلا استثناء على جهازك، ان كان على منصات الاي بي او على الشيرنج لو عندك اقمار. فبالتالي عندك كمان دعم كامل للجهاز بضمان سنة، كمان بضمان توكيل الجهاز، توكيل ستار نت، توكيل المحترم. فبالتالي عندك امكانيات لذيذة قوي في جهازنا النهارده. هسيب لكم شكل المنتج او شكل المحتويات. طبعا المحتويات هنا معانا 4 اجزاء او 4 قطع رئيسية بتيجي في العلبة، وبس 4 قطع: الجهاز، الادابتور، الريموت، كيبل الاتش دي ام اي. الـ4 اجزاء دول هم اللي بيجوا لك مع الجهاز، وهم دول 4 العناصر الرئيسية في آلية تشغيل الجهاز بتاعنا. احب اقول بس في حاجة، الجهاز دوت يا جماعة طلع منه نسخ كتير، ودي ميزة في اي جهاز. اي جهاز ناجح الحمد لله ومطلوب دايما بيطلع منه اصدارات جديدة، اصدار اول، اصدار تاني، اصدار، ما شاء الله احنا هنا وصلنا للفيرجن 4 النسخة البرو، يعني كمان اصبح الفيرجن 4 النسخة المعدلة الجديدة من سترونج كونج. سترونج كونج بشوفه من افضل واقوى الاجهزة الموجودة حاليا في السوق المصري. الجهاز ده لما خلص انتاجه ووقف حوالي 4 او 5 شهور كان بيطلب بصورة كبيرة جدا، اكتر من مكان موجود كمان. فحاليا متوفر النسخة البرو من سترونج كونج. الجهاز انا بشوفه زي ما قلت من الاجهزة المرنة السلسة في التعامل. تقدر انك كمان تحدث جهازك اونلاين، تقدر تنزل ملف قنوات كل شهر جديد اونلاين من جهازك نفسه، او تحدثه اونلاين من جهازك نفسه مع دعم فني شامل ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، واسف للاطالة. دمتم بصحة وبعافية. السلام عليكم ورحمة الله.